شيخ صالح، فيما يتعلق بأولئك الذين يرتدون مكة المكرمة، سواء هذا الذي يعمل الآن في دارة التعليم مكة المكرمة، يقول قدمت إلى مكة المكرمة دون إحرام، فهل من دخل إلى مكة يشترط فيه أن يكون محرما؟ إذا نوى النسك، إذا نعم. نوى الحج أو العمرة في دخوله، نعم. فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر منه. أما إذا جاء لعمله وهو لا يريد حجا ولا عمرة فليس عليه إحرام من الميقات، نعم. وإذا أراد أن يحج فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه ولو من داخل مكة. إذن لو نوى بعد ذلك يحرم من المكان الذي نوى منه، نعم. ولو من داخل مكة إذا كان يريد الحج. أما إذا أراد العمرة فإن كان خارج مكة فإنه يحرم من مكانه، نعم. إن كان خارج الحرم إنه يحرم من مكانه، وإن كان داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة، نعم. نعم.